لقد تعلمتم وصايا الفاتح لسنوات مضت، وأنا اليوم سأعلمكم وصاياي. السلطان أهم من الإنسان، والعرش لا يقبل القسمة على اثنين. كنت متنازلا عن العرش لا محالة، فتنازل عنه لمن يستحقه. لمن يستحقه يا أبي. إني أرى حزنا وشرا عظيما قادمين. ألم ترهبكم أفاعيل ابن عثمان فتقرروا ولو لمرة واحدة نبذ الشقاق والتحالف على كلمة التقاء؟ السلطان الأشرف هيمان فاي. أيها الرجال، هذه لحظة حق الوسط، فصابروا واربطوا حتى يتحقق النادى. الصراع على العرش قد بدا. أنت خلقك الله لتنير. في عينيك سر أعرفه، ألم تكن حليفه؟ تسرق الأرض والحكم، والآن تغتصب النسب والدين. أرسل قاصدا من عندي إلى سلطان المماليك، ولتتجهز الجيوش للزحف نحو الشرق.